الحمد لله، لك الحمد يا ربي على كل نعمة، وأفضل النعماء قولي لك الحمد، الحمد لله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك وكرِّم على سيدنا ومولانا محمد، ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر، وخطر على قلب بشر، وتزخرفت الأراضون بالمطر، وحج حاج واعتمر، ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، من أول الدهر إلى آخر الدهر يا رب العالمين. الحمد لله. في بداية كل أمر في حياة كل واحد منا تمر عليه محطات إعجاب ومحطات هوى. هذه المحطات تؤثر في وجدانه وفي كيانه وفي تكوينه، فينظر إليها بأكثر من زاوية وبأكثر من مكان. فعندما ينظر من زاوية معينة إن كان الأمر فيه هوى إعجاب، يتذكر حديث الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هوى متبع. وعندها يتأمل في قول الحق جل جلاله وتعالى في علاه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. هذا الإنسان قد يكون متعلم لكنه معجب بهواه، أي برأيه. يرجعنا في تاريخ الأمم السابقة قبلنا تاريخ من؟ فرعون، الذي قال: لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد، رأيي الأوحد. فالمحب الصادق الذائق المشتاق للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبتعد عن مثل هذه المحطات. فالهوى يقول عنه الإمام البصيري رحمه الله: إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي. ما هو الهوى؟ ما هو الهوى المذكور في القرآن الكريم؟ وما هو الهوى المنصوص عليه في أشعار المسلمين؟ وما هو الهوى الذي وصفه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ هو الإعجاب. بمن تعجب؟ أول درجة من درجات الحب لتصل إلى هذا المقام العظيم، مقام الحب، وتمسك به وتقول: هو الحب، هذا هو الحب، هذه ذات الحب، هذا هو المنهج الذي أبحث عنه، هذا الذي يطمئن قلبي وعقلي وروحي إليه. هذا المقام العظيم أول درجة ترتقيها هي درجة الهوى، أي الإعجاب. تعجب بالأمر وتحب وتبدأ تتذوق وتستطعم حتى تصل إلى المقامات العليا. في هذه المقامات سيمر معنا حديث عن العشق، وحديث عن الهيام، وحديث عن الغرام. كل هذه المراتب جاءت بعد مقام الهوى. قالوا: ومن أجمل ما قيل في الهوى، لأنه مقام إعجاب وتذلل للمحبوب، تذلل لمن تهوى، إذا رضي المحبوب صح لك الوصل. الهوى أول درجة من درجات الحب، فاسلم بالهوى وسلم قلبك لله لتسلم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. هو الحب، فاسلم بالحشا ما الهوى سهل، ما اختاره مضنا به وله عقل، وعش خاليا فالحب راحته عنا، فأوله سقم وآخره قتل. إذا هجرت فمن لي ومن يجمل كلي، يكن لا كلي وأهلي عند انقطاع وذلي، يكن لا كلي فكلي. أدنيتني منك حتى ظننت أنك أني، وأنت عندك روحي
هجرت فمن لي ومن يجمل.